بكل تأكيد إنه دايماً اللي في مجتمعات العالم الثالث أو مجتمعاتنا العربية بشكل عام، منظومة القيم الحاكمة للمجتمعات بها شيء من الموروث المتخلف والرجعي، زي ما فيها منظومة القيم دي أشياء كثيرة جداً ترتبط بالأصالة وترتبط بالرقي فبتلاقي إنه انت بتصطدمي بقيم مجتمع لابد انها تنقح الاول يعني. وانت ما تفكري بشكل عام هتلاقي انه كل القفزات الحضاريه الكبرى في تاريخ اي شعب حدثت باصطدام مبدع ما او فنان ما او مثقف ما او مفكر ما او حركه ما، حركه مجتمع ضد قناعات المجتمع السائده. يعني قضيه تحرير المراه مثلا، هل تقدري دلوقتي تتخيلي لو ما كانش في جيل قاسم امين وجيل تحرير المراه اللي من حوالي قرن ونص، في وقتها كان متصادما مع قيم المجتمع وتقاليده وعاداته، وفي وقتها كانت دعوة خارجة على النمط، وبالتالي تصدى لها ليست الحكومات فقط ولكن المجتمع نفسه بيتصدى ليها ويقف ضدها. ولكن احنا قدر الإنسان كي يتقدم يجب دائما ان هو يفتش في موروثه كي ينقحه من الخرافة ومن الرجعية ومن التخلف. فدايما لما بنيجي نقدم موضوعات بنصطدم اكيد ب ان انت مش الرقابه بس اللي بتمنعك، ممكن الرقابه تعدي لك الفيلم، لكن انت ممكن المجتمع نفسه يهاجمك على انك ازاي تطرح قضيه زي دي. يعني لو احنا، هل حد يقدر ينكر الظواهر الامراض الاجتماعيه اللي موجوده في مجتمعاتنا كلها، مجتمعاتنا العربيه ومجتمعات العالم كله، مش حكر لما تيجي تقضي مرض اجتماعي زي مثلا زنا المحارم، انت تقدري تقري في الجرنان قضية زنا محارم، لكن لما تقدميها على الشاشة ما تقدريش تشوفيها من كتر ما المسألة بالنسبة لنا حساسة جدا. ولذلك بتبقى في محاذير مش من الرقابة بس، من صدمة المجتمع نفسه، من ان المجتمع يقابلك بعنف شديد، انت ازاي تقدم التيمة دي بالشكل ده. فبكل تأكيد ان التابوهات الثلاثة، السياسة، الجنس، الدين، الثلاثة ما زالوا موجودين، والثلاثة بنعمل نقعد نعمل لهم حسابات شديدة واحنا بنقدم اي عمل.